مرحبا، نحتاج لكاستين عصير رمان، نحتاج لنصف كوب ليمون عصير ليمون، ونحتاج لكوب سكر. كأوبشن تاني فيكم تشتروا من الجمعية إذا بتلاقوا عصير رمان يكون طبيعي 100% بدون أي إضافات. يعني أحكي لكم مثلا هون مثل ما لكم شايفين عصير رمان 100% طبيعي بدون مي، بدون إضافة مي، بدون إضافة سكر. بيعوضكم عن الرمان في حال كنتوا خصوصا مغتربين والرمان ما بيكون موجود دائما خلال السنة، ففينا نستعيد عنه بالعصير الطبيعي 100%. وهلأ بنبدأ بعملية التجهيز. هلأ بنحط على نار متوسطة، طنجرة تكون عميقة شوي. رح نبلش بوضع عصير الرمان. رح نضيف عليه عصير ليمون. رح نضيف السكر، كاسة سكر. رح نبلش نحرك فيهم. وهلأ رح نعيف المكونات على نار متوسطة لتبلش تغلي معنا. أول ما بلش يغلي معنا أنا رح أحطه على نار هادية ورح نعيفه تقريبا من 45 دقيقة لساعة على نار هادية منخفضة لبين ما يصير سميك معنا. طبعا رح نتابعه من فترة للتانية ونتابع تحريكه من وقت للتاني. بس يصير معنا سميك رح نطفي تحته وبعدين نحطه بقنينة زجاجية. وهلأ بعد مرور ساعة على النار رح طفي تحته. بلكم شايفين شوي صار سميك، فأنا هلأ رح طفي النار وخليه يبرد على راحته ليأخذ حرارة الغرفة والمطبخ، وبعدين رح نفضي العلبة بيكون جاهزة للاستخدام.